واد واتسياب مع اخوتي سمعوا الله يحفظ السلامه. واخا تشوفوها هكا راه خطير اخوتي، راه واد خطير. سمعوا يا ربي السلامه. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد. حاليا اخوتي كتواجدوا واد صياد، كما كتشوفوا هذا هو واد ديال صياد خاص في مدينه قلمين بين تيغمرت واسري ومدينه قلمين. هذا هو الواد اللي واعر بزاف، ولكن كما كتشوفوا ما جاتش بزاف الماء بحال هذاك الشيء. عرفتي هذا الواد كيولي شنو نقول لكم، راه خطير. اخطر واد هو واد صياد. طمن من العشير غادي نحاولوا نبارطاجيو معكم اي جديد على هذا الواد، ونصوروا لكم الواد وبعض المناطق خاصة في هذا المكان. كما كتشوفوا المساحه ديالو كبيره، غادي نحاولوا نطلعوا الفوق ونكتشفوا لكم اي حاجه. اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه. ما تنساو اخوتي الى كان اول مره كتشاهد القناه ديالي تضغطوا على زر الاشتراك وشارسوا اللايك باش الدعم ديالكم باش نستمروا ديما في الجديد. وطلب بسيط اخوتي، بغيتكم تساعدوني باش نوصل القناه 100000 مشترك. ما تنساو اخوتي دابا خويا نخليكم واد صياد. كما كتشوفوا معنا اخوتي واد صياد هو هذا. هذا الواد خطير بزاف صراحة، اش غنقول لكم. غادي نحاولوا نبارطاجيو معكم اي حاجة على هاد الواد. تماما كيجيو الناس هنا يستمتعوا، كيجيو الناس يتفرجوا في هاد الواد، كاينين بعض الناس عزيز عليهم الواد، وحتى حنا غادي نكتشفوا لكم اي حاجة على هاد الواد. جينا باش نكتشفوا لكم واد صياد. تماما كما كتشوفوا هذه هي الشانتي. دابا هذه الشانتي كتدي الاسرير وتيغمرت. كما كتشوفوا الواد واد صياد. سمعوا اخوتي سمعوا الله يحفظ السلامه. واخا تشوفوها هكا راه خطير اخوتي، راه واد خطير. سمعوا يا ربي السلامة، يا ربي السلامة. هادشي خطير اخوتي، وحق الله الا خطير بإذن الله. كما كتشوفوا السيارات اللي كينقلوا الساكنة لأسرير وتيغمرت. شوفوا اخوتي خايفين، بعض الناس كيخافوا كيمشوا في ديك المنطقه اللي سليمه، ما كيبغوش يجوا لهذا المكان حيت كيخافوا غلب عليهم الواد ويتقلب السيارات ديالهم. حذاري ثم حذاري اخوتي من الوداد. كما قلت لكم واد السافر خطير بزاف. شوفوا اخوتي شوفوا الله يحفظك. مرحبا مرحبا خويا. كما كتشوفوا معنا الواد اخوتي المساحه ديالو كبيره. هذا هو واد صياد، وهذا المكان فيه صغير شويه، ولكن راه عنده واحد شغادي نقول لكم، عنده واحد القمه كبيره. شوفوا ما طحت لكم اخوتي وحق الله. هاد البلاصه كتزلق صراحه شويه ما طحت. المهم اش غادي نقول لكم، جيت على قبل هاد الواد باش نبارطاجي معكم حيت بعض الناس كيبغيو يكتشفوا هاد الويدان ويكتشفوا الفيضان. كنتمنى ان شاء الله ترجع الشتاء من جديد ونكتشفوا لكم اي حاجه. وهاد الواد كما قلت لكم واد جا من اش غادي نقول لكم بعيد، واد صياد. عرفتوا واد صياد المكان فاش صورنا السد، هذاك المنطقه هي فاش جا هاد الواد، كيجيب الماء بزاف. ولكن ما عرفتش واش داز البارح في الليل حيت دابا اخوتي قليل الماء قليل. حاولوا نقربوا لكم، انا راه كنغامر على ودكم. شو
شوف اخوتي شوف شوفوا سمعوا الصوت ديالو. الناس كيجيو هنا يتفرجوا هنا يكتشفوا هذا الواد ويتفرجوا فيه. شوف اخوتي كيتزاد ها كيتزاد حتى اخوتي ما عرفتش واش نمشي لكم واحد المنطقه كاينه في واحد البلاصه بعيده شويه تقريبا كيلومتر ونص تقريبا نقدر نمشي لها نقدر ما نمشي لها على حسب الوقت. الا كفاتني غادي نمشي نصورها نصور لكم الواد تما حيت هذا المكان كما كتشوفوا واد هذه البلاصه سطح مباد كما كنقولوا السكوتي على بيسين كما كتشوفوا هذه المنطقه. ولكن كاين مثلا حدا فاس حدا تامر كيس اللي كيقولوا ولا كيغمر تما فيه واد واسع وعنده واحد المساحه وكيلعب فيه الضو ديالو وكيدير فيه الخدمه ديالو مجهده. ممكن تصور بواحد الطريقه زوينه وممكن تفرج فيه بطريقه واعره اللي كتعجب الناس. انت هنا مجموع فيه الماء الناس كيبغوا بحال هادشي بحال هاد المنطقه هاد البلاصه تقريبا كيبغوا الناس بحال هذاك الشيء ديال كما قلت لكم السكوتي. لا كما كتشوفوا معنا خوتي جينا لكم هذا الواد واد الصياد المساحه ديالو كبيره واخا تشوفوا هكا بهذه الطريقه كان كيعمر حتى لهاد البلاصه كما كتشوفوا وعنده واحد المساحه الا جاب الله جاب الماء بزاف كيجي حتى لهاد المنطقه حتى لهاد المكان. وهاد الواد خطير بزاف وهاد الواد مجموع هنا في هاد المكان. هنا كيبان لكم واد بحال بيسين ولكن الماء راه كيدوز باش نكونوا واضحين. هادشي غريب دابا ملي كتشوف الماء بحال كما كتشوفوا بحال امواج ولكن من الفوق راه كيدخل الماء وكيدوز الماء واحد البلاصه باقي غادي نبارطاجيها معكم نخليكم تكتشفوا بعض اللقطات ديال هاد الواد. كما كتشوفوا المساحه ديالو كبيره بزاف. شوف اخوتي المساحه ديالو والناس كتجي هنا تستمتع الناس كتجي تفرج هنا يكتشفوا الواد ويجيو الناس يصوروا. كاينين الناس كيحبوا الواد باش نكونوا واقعيين كاينين الناس كيحبوا الواد يكتشفوه كيجيو يديروا معاه ستوري ديال الواتساب ديال انستغرام كذلك التصاور وعزيز عليهم داكشي. وثاني حاجه مزيانين الانسان يستمتع ويكتشف بحال هاد البلان ديال الويدان. باش نكونوا واضحين اخوتي تا هو داكشي اللي كاين كيجي بنادم يتفرج ويصور كنلقى السلام عليكم اصدقاء فيديو جديد وخصوص السيارات اللي كينقلوا الساكنه لاسرير وتيغمرت. شوف اخوتي خايفين بعض الناس كيخافوا كيمشوا في ديك المنطقه اللي سليمه ما كيبغوش يجوا لهذا المكان حيت كيخافوا غلب عليهم الواد ويتقلب السيارات ديالهم. حذاري ثم حذاري اخوتي من الويدان كما قلت لكم واد الساك راه خطير بزاف. شوفوا اخوتي شوفوا شوفوا الله يحفظك. مرحبا مرحبا خويا. شوف اخوتي شوفوا سمعوا الصوت ديالو. الناس كيجيو كيبغوا الناس بحال هذاك الشيء ديال كما قلت لكم السكوتي. لا